يا السلام عليكم ورحمة الله إخوان وأخوات السادة والسيدات أصحاب المعالي والسعادة، جولة استكشافية ديالنا الإخوان الاستطلاعية بداوها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاد النقطة هادي ديال شارع الحسن الثاني مدينة الرباط من امام مركب مولاي عبد الله، امير مولاي عبد الله. هاد المنطقة هادي وهاد النقطة بالضبط الاخوان ديال شارع الحسن الثاني كتعرف عدة تغييرات على مستوى الطريق. اول تغييرات اللي كنا عارفينها وهي هاد النفق هذا اللي جاي من شارع النخيل دايز على المحطة ديال التجافي، ان شاء الله كتبنا هنايا ودايز من تحت الطريق، دايز من تحت شارع حسن الثاني وهذا الباركينج. تانا مفهوم مفهوم. واجي دابا نطلعو سيدي، نطلعو نشوفو هاد الأشغال ديال هاد النفق هذا فين وصلات. شوفو هاد النفق الأشغال ديالو فين وصلات، واش قريب يتفتح هاد الشارع هذا ولا باقي شوية من تعطلو عليه. شوفوا هنا هاو خدامي ديما اخوان. كما شفتوا العمال ديالنا وسود اطلس راه خدامين تبارك الله. صافي هاد الشارع ان شاء الله غادي يتفتح صافي هاد السيمانه الا ما خفتش الكدم راه يتفتح. لاحظوا معنا كيحطوا البردولات دابا، راه عمروا ديك النفق بالتوفنا كومباكتاوا صافي. الامور راه ناضيه، راه خدامين دابا على البردولات غادي يزفتوا هاد الشارع. في الامور ديالنا ناضية هنايا. الشارع ان شاء الله غادي يتفتح. اذا السائقين اللي جايين من الرباط واللي جايين من تمارا صافي هاد الشارع راه غادي يتفتح. هاد السيمانة ان شاء الله غادي تفتح وغادي تبقى واحد الديفياسيون عاوتاني ليه. دابا نوريكم فين، نوريكم فين بلاتي. مشيت واحد المقر ديال الجامعة ديال الكاراتي وفو كونتاكت، تما كتبقى واحد الديفياسيون على ما بان ليا. بقى معايا بقى معايا غادي ننتقلوا لجهة أخرى. إذا إخوان كما قلت لكم دابا انتقلنا للجهة الأخرى. هنا كان مقر ديال الجامعة الجيدو والكاراتي فنون الحرب. كما كتلاحظوا معنا تم إزالة هدم هذا المقر هذا ديال جامعة الكاراتي والفول كونتاكت على أساس قاموا بالتوسيع ديال جنبات الملعب أمير مولاي عبد الله، وهذا يدل على أن أشغال ملعب أمير مولاي عبد الله لكرة القدم صافي أشرف على الانتهاء.
ملي كنقول قرب ينتهي يعني زعما الدوره ديالو صافي قرب يساليو منا المدرجات تما. هنا انتم لاحظوا بعد ما حيدوا هذا المقر هنايا ديال المركز، كان هنا مركز وطني للتكوين والاستكمال في الكاراتي، داروا هنا غادي يوقع الديفياسيون. لاحظوا معنا الديفياسيون غتبقى هنايا دابا، الدائر هنايا مشات لهيه. دابا نتبعوا داك الخط نشوفوه هنا كما كتعرفوا، نشوفوا الاخوان شنو كان هنا. هي مركز وطني للتكوين والاستكمال في الكاراتي والاساليب المشتركه. هنا كان المقر ديالو، راه ما حيدوه، الملعب ديالنا وبدا كيبان جميل، مدرجات رائع. رائع جميل جميل. واحدة معنا يدير أشغال أشرفت على الانتهاء. وفينكم أصحاب اللي ما محاش يكمل الملعب؟ مرة بداو كيخططوا دابا صافي، بداو كيخططوا الجنبات ديال المحيط ديال ملعب كرة القدم. راه خرجوا الناس دابا برا، ريبوا المقار باش غيوسعوا يديروا شي حاجة تماك. هنا وقع الديفياسيون، غتكون الديفياسيون هنا، ربما غتكون المدخل هنا والمخرج. جميل رائع. جميل الله يعطيهم الصحة. قالك باقي ما قالك محاوش يسالي الملعب، واش طلع عليه شوف واش يسالي ولا ما يسالش. ما سالاو الناس، راه سالات تقول لي انا مازال. شوف الناس بدات كتريف الجنبات ديالو كتقول لي هانت. رائع جميل. عطاو بالصحة ناس خدامة. هنا غيوقعو تغييرات هنايا في هاد الخرجة هادي، ها الديفياسيون كاع البيبان هادو دارو فيهم الديفياسيون. معرفش الديفياسيون، المهم شي طريقة تكون هنايا هانت. هاي الخطوط الصفراء هنا، هاي مشات من داك الباب، هاي غادا تلهيه دايزا غادا غادا. جميل رائع مشات تلهيه. شتو وقعت تغيرات كبيرة هنا الإخوان. هانتم هانتم شو تسال داك الصغر. إذا أنا غادي نسقط هو، ما داروا هنا واحد روبي راهو هنا. ما روبي راهو هنا واحد الدورة، ما شنو غيكون هنايا، هادي دايرة هادي داروها. غريب. انتم هنا الخط فين جاي، مشى حتى لهيه وغادي من حتى الباب اللي من لهيه ديال الكاراتي. غادي نشوفوا شنو غادي يوقع هنايا بالضبط. كاين شي خطوط صفراء انتما كتلاحظوا عاوتاني من هنا جاو، يعني شي خطوط هنا غريبه، شي داخله في شي. انتو غاده من هنا وخارجه من هنا ومشات عاوتاني تلو. نشوفوا التغييرات اللي غادي يوقعوا هنايا في جنبات مركب مولاي عبد الله، بالضبط حدا الملعب ديال الامير مولاي عبد الله كره القدم.
اذا الناس راه خدامه يا اخوان صافي راه خرجوا دابا يخدموا برا بالنسبه لهم صافي الملعب راه في كرشهم بالنسبه لهم الملعب صافي راه في كرشهم الله يعطيهم الصحه والله الا زعما خيبوا العمل دوك المنتقدين داك الناس اللي كيشوفوها بالنظره السلبيه صافي الملعب راه قريب يكمل ان شاء الله الملعب قريب يكمل الرؤيه اتضحت لنا صافي خواو داك البنايات اللي كانوا هنا جميل جميل ما عاوتاني كاين شي خطوط هنايا روبيراو هنا شي حاجه يعني الناس راه خدامه حيد شي فين يجي شي يعني طراسو هذا باش الا سالوهم جهه اخرى يعاودوا يدوزونا لي طراس روبيراو هنا عاوتاني اش غادي يكون الله اعلم سير غادي من هنا زيد داز من هنا شوف شكال هادشي عندهم بقيتي متبع هادشي شوف 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 خريطة وصافي قام تبعو تيخرجوني فشي هاوية هات ناس خدامة نعطيهم الصحة هنا سهل الخط غيكون هنا دابا نشوفو شنو غادي يكون هنا ان شاء الله كلشي غادي يتضح الامور الامور غادي يتضح مع الوقت مع الوقت ان شاء الله غادي نعرفو شنو غادي يكون هنا جينا بس مركب ولا عبد الله الله يسخر لهم امور الله يسخر لهم امور اذا يا اخوان شفتوا من الاشغال ديال الروبيراج اللي وقع هنا في هذا الشارع حسن الثاني ابتداء من هاد الابواب الجوج اللي شفناهم الى هنا اترككم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.